السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي مجددا على قناة ناش تي في. أصدقائي، إن شاء الله بهذا الدرس بدي أحكي عن مشكلة حصلت معي بالقناة وبحساب أدسنس يلي ربطت قناتي عليه. مثل ما تعرفوا أحباب الكرام، نحن شرحنا سابقا عن كيفية فك تعليق حساب الدفعات على حساباتنا على جوجل أدسنس، وشرحت سابقا يعني بنفس الدرس انه بالطريقه اللي انا بستخدمها لحتى فك تعليق حساب الدفعات الخاص بحسابنا على جوجل ادسنس او اي مشكله تتعلق بحساب جوجل ادسنس. فكثير من الاخوه بتواصل معي صفحتنا على ناش للمعلومات، بتواصلوا معي بخصوص مشاكلهم يعني واني حللهم اياها. احد الاشخاص تواصل معي عنده مشكله بحسابه جوجل ادسنس وطلب مني اني يعني ساعده. عنده مشكلة كانت انه باستنفاذ عدد المحاولات المسموح بها لاثبات الهوية، فقلت له انه يضغط على النموذج ويتواصل مع دعم جوجل ادسنس حسب الشرح اللي شرحته سابقا عن كيفية حل مشكلة استنفاذ المحاولات الخاصة يعني باثبات الهوية. فيكم تشوفوا الشرح من خلال البطاقة اللي ظهرت فوق على يسار الشاشة. فهو دخل على الرابط وقال لي انه الصفحة غير متاحة، يعني الرابط ما نم أهل له. فقلت له أعطيني الحساب لحتى أستلمه واشتغل لك فيه وهيك، ونقلت ربط القناة عليه. تمام، نقلت ربط قناة اليوتيوب عليه. ليش؟ حتى أقدر أحكي مع دعم يوتيوب يوصلوا لي مشكلتي المختصين بحسابات جوجل أدسنس. فممكن يجي واحد يقول لي طيب ليش ما تواصلت مع دعم جوجل باي؟ تواصلت مع دعم جوجل باي، ولكن دعم جوجل باي رفض يحل المشكله لانه قال لي نحن يعني اختصاصنا ما له متعلق بمشاكل ادسنس، فلازم انت تتواصل مع دعم جوجل ادسنس. ومثل ما بتعرفوا دعم جوجل ادسنس يعني صعب انك توصل لهم من خلال المنتدى يعني تلاقيهم ما بيردوا، تلاقي يعني بيبعثوا لك روابط بيقولوا لك ادخل على هذا الرابط وهذا الرابط، يعني ما بيكلف خاطره انه يشوف شو هي مشكلتك. فقلت لحالي أنا بتواصل مع الدعم من خلال دردشة يوتيوب. نقلت قناتي مثل ما خبرتكم على هذا الحساب المستنفذ محاولات إثبات الهوية لإله، وتواصلت مع دعم اليوتيوب، ودعم اليوتيوب يعني خبرني إنه رح نحل لك المشكلة وبدنا تبعت لنا صورة هوية ومن هذا الكلام، يعني لحتى شو؟ لحتى هو يثبت لي ملكية الحساب. فقلنا له مو مشكلة، الحمد لله الهوية جاهزة. هي مو هون المشكلة. المشكلة أصدقائي إني إجيت بدي رجع القناة لحسابي أدسنس القديم. تمام؟ فدخلت مثل ما أنكم شايفين يعني وشرحت سابقا كيف بنقدر إنه نغير الربط من حساب أدسنس لحساب أدسنس آخر. فيكم كمان تشوفوا الشرح من خلال البطاقة اللي ظهرت فوق على يسار الشاشة. فحاولت يعني بنفس اليوم حاولت إني رجع الربط لحسابي القديم. لما وصلت لعملية أو لما وصلت لمرحلة قبول الربط بعد إثبات ملكية القناة، وصلت لقبول الربط، ضغطت على قبول الربط، مثل ما لكم شايفين عم يقول لي إنه عنوان URL غير متاح، عنوان URL هذا غير متاح للاشتراك في AdSense. حاولت مرارا وتكرارا وما قدرت إني أقلب الحساب أو إني غير الربط. تواصلت مع دعم يوتيوب لحتى حل هاي المشكلة، لبينما تنحل مشكلة الحساب الجديد. طبعا أحبابي الكرام، توقف بلحظتها توقف عندي الربح بالقناة. ليش يتوقف الربح بالقناة؟ لأنه اليوتيوب لما نحن بنربط مع حساب أدسنس ويكون بده إثبات هوية، يكون ظاهر الإشعار فوق باللون الأحمر إنه يرجى اتخاذ إجراء من جانبك لتحرير الدفعات، يرجى عليك إثبات الهوية ومن هالكلام، فاليوتيوب بيوقف الإعلانات على القناة على الفيديوهات كلياتها، بيقول لك إنه لحتى ترجع تقدر تنضم لبرنامج شركاء اليوتيوب أو لحتى تشتغل الإعلانات عندك لازم يكون الحساب المرتبط بالقناة مثبت بالهوية الشخصية أو مثبت صحة العنوان. طبعا بالنسبة لإثبات صحة العنوان ما له مشكلة بالبداية، ولكن في حال مر 3 شهور أو 4 شهور على طلب البين كود فبتتوقف بعدها الإعلانات ب 45 يوم تقريبا. فنحن بالمرحلة الأولى اللي هي إثبات الهوية، لما نحن نقلنا الربط على هذا الحساب الجديد
ففورا توقف عندي الربح بالقناة وراحت علامة الدولار الخضراء من جميع الفيديوهات، ما ظهر إعلانات لأي شخص بيدخل عندي وبشوف فيديوهات. فتواصلت مع دعم يوتيوب كونه الدعم لسه متاح عندي، لأنه ما مر يعني فترة 48 ساعة لحتى تروح من عندي ميزة الدردشة مع دعم يوتيوب مباشرة، لأنه مثل ما بتعرفوا الدردشة مع دعم يوتيوب مباشرة تشترط على أنك تكون منضم لبرنامج شركاء اليوتيوب والإعلانات شغالة على قناتك. فتواصلت معهم لدعم يوتيوب وخبروني بشغلة خوفتني بصراحة. دعم يوتيوب قال لي أنه حضرتك عم تنقل القناة بين حين وآخر بنفس الشهر، يعني بنفس الفترة، هذا الشيء بيعرض قناتك للإغلاق. ليش؟ قال لأنه أنظمة يوتيوب رح تفكرني أنا بشكل خاص أني هاكر، تمام؟ فهو نصحني أنه لا تنقل قناتك كتير بفترة قصيرة، لا تنقلها من حساب أدسنس لحساب أدسنس آخر، هذا الشيء رح يأثر على قناتك. فهذا الشيء بصراحة خوفني. قلت له طيب شو الحال، شو بدي ساوي أنا لحتى يعني ترجع الأمور مثل ما كانت؟ قال لي انتظر بضعة أيام، لأن أنظمة اليوتيوب يتم تحديثها خلال 48 ساعة في حال تم تغيير ربط الحساب، تغيير ربط القناة من حساب أدسنس لحساب أدسنس آخر. فأحبابي الكرام، انتظرت مثل ما خبرني دعم اليوتيوب لمدة 48 ساعة. يعني هي الحالة اللي صارت معي إني ما قدرت غير الربط، كانت يوم الخميس بتذكر، يا يوم الخميس يا يوم الأربعاء. انتظرت لحد هاي اللحظة أو بهذا اليوم، نحن بيوم الأحد 15 نوفمبر، رح نشوف. مثل ما لكم شايفين بدخل على تغيير الربط بعد إثبات ملكية الهوية بحسابي على أو بقناتي على اليوتيوب، بعد الضغط على التصحيح في أدسنس بصفحة تحقيق الربح، بعد منا بثبت الهوية. بعد منا أحبابي الكرام، يعني لما بثبت الهوية شلون؟ يعني بثبت، مو بثبت الهوية على أني ببعث الهوية أو هيك شيء من خلال الربط، لا، مثل ما خبرتكم سابقا إثبات الملكية هي يعني إثبات رقم الهاتف أو إثبات ملكية الجهاز اللي أنا عم بشتغل عليه واللي مرتبط بالإيميل، إيميل القناة. فضغطت مثل ما انكم شايفين على تغيير حساب الأدسنس، قلت له انه عندي، نعم لدي حساب حالي في أدسنس، وضغطت متابعة. مثل ما انكم شايفين اظهر لي الايميل الخاص بحسابي على جوجل أدسنس اللي بدي انقل الربط عليه، ونزلت للأسفل بضغط على تغيير الربط. مثل ما انكم شايفين جاري إعادة توجيهك الى المضيف، والحمد لله. يعني بما أنه مضى 48 ساعة على تحديث أنظمة اليوتيوب، في حال نحن عملنا أي شيء، فمثل ما قلت لكم أنظمة اليوتيوب بتتحدث خلال 48 ساعة. وطبعا أنا خلص يعني بدي أبقى على الحساب اللي أنا مرتبط فيه، ما بدي أغير. واللي عنده أي مشكلة بحساب أدسنس غير مرتبط بالقناة، فأنا للأسف ما رح أقدر اني يعني حل له مشكلته من خلال اني اربط قناتي على حسابه لحتى اتواصل مع دعم يوتيوب. اما لو عنده قناة على اليوتيوب فبيضيفني مدير يعني بشكل عادي، بقدر ساعتها احكي معه عادي كوني انا مدير للقناة، وكوني يعني بقدر اني اكون مخول لهذا الشيء. فالحمد لله انه حلت المشكلة والاعلانات رجعت فورا على الفيديوهات، فقط يعني عملنا تحديد الكل على كل الفيديوهات، وضغطنا على تعديل، وبعدين على تحقيق الربح، بعدين تعديل كل الفيديوهات. بننتظر شوي لبينما يتم تشغيل تحقيق الربح على كل الفيديوهات. فمشكلة ان عنوان URL غير متاح للاشتراك في جوجل أدسنس، الحل انك تنتظر 48 ساعة مثل ما خبرني دعم اليوتيوب، ولا تحاول انك تنقل قناتك بين حين واخر بنفس الشهر او بفترة قصيرة متفاوتة، فهذا الشيء رح يعرض قناتك للاغلاق لا سمح الله، او بيعرض حساباتك يعني بشكل عام للمشاكل يعني.
فبتمنى يكون عجبكم الشرح أحبابي الكرام، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. كان معكم أخوكم نادر الشيخ، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.